بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بما كنا قد بدأنا به، ونستمر اليوم في قصة زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. هذا قد تقدم معنا أن هذه الحروف المقطعة هي التي تركب منها القرآن، والله سبحانه وتعالى تحدى كفار مكة وغيرهم أن يأتوا بآية فما استطاعوا. نعم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أي هذا الذي سنذكر لنبينا عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ذكر زكريا من آل سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى اختص هؤلاء أي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأنهم وصفوا في أعلى مقامات الرسالة بالعبودية. فالعبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، هذه تشمل كل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أي تحت قهره والتصرف، حتى الكفار. الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الثالثة عبودية خاصة الخاصة، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، في مقام إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى. بل أعلى وصف يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا زكريا عليه السلام وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية، يعني كمل وأكمل عبادة كانت من هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا الذي سيذكر هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام، حتى نعرف ما أكرم الله سبحانه وتعالى به هؤلاء وماذا كانوا عليه. نعم. إذ نادى ربه نداء خفيا. أي دعا الله سبحانه وتعالى سرا لا جهرا، وهذا أدعى للإخلاص. نادى ودعا الله سبحانه وتعالى بماذا؟ نعم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذا ما يتعلق بحاله الآن، أنه يعني كبر في السن وظهر عليه أثر الكبر وشارف يعني على الموت، ولا يدري، قد يفاجئ الموت بغته وهو لا يدري. نعم. ولم أكن بدعائك رب شقيا. إذن افتقر إلى الله سبحانه وتعالى بضعف الجسد وقرب الموت، وهذا ضعف الحال. ثم سأل الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له الدعوات السابقة، ودعا الله سبحانه وتعالى وكان متفائلا ومتأملا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع في الدعوات اللاحقة. نعم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. واحدة واحدة. ما السبب
للدعاء؟ قال السبب للدعاء أنه والله المستعان ما وجد أحد من بني إسرائيل الذين كانوا في زمن زكريا عليه السلام يقوم بخدمة بيت المقدس ويقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى بأن يأتي له ابن يخلف في النبوة الرسالة حتى يقوم بهذه المهمة. نعم. يرثني ويرث من آل يعقوب. لا لا تعيد الآية اللي قبل. طيب. نعم. وإني خفت الموالي من ورائي. قلنا هذا إذن السبب في دعائه أنه أراد من يقوم على الدعوة يقوم على بيت المقدس. نعم. وكانت امرأتي عاقرا، يعني لم يحصل له ولد لأن زوجة زكريا عليه السلام كانت لا تلد عاقر من الصغر. نعم. فهب لي من لدنك وليا. نعم. إذن طلب من الله أن يكون له ولد ذكر يرثه، والإرث هنا في النبوة والرسالة لا في المال، لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يتركون أموالا إنما يترك النبوة والرسالة والعلم. نعم. يرثني ويرث من آل يعقوب. نعم. في النبوة والرسالة. وجعله ربي رضيا، ودعا الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا الولد، وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن العبد أوقع محبة هذا العبد في قلوب العباد. نعم. واجعله ربي رضيا، ترضى عنه وتجعل الناس كذلك يرضون عنه. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذا يدل على أن زكريا عليه السلام مستجاب الدعوة، دعا الله فاستجاب الله سبحانه وتعالى له هذا الدعاء، والله سبحانه وتعالى سمى هذا الولد اسمه يحيى حتى يحيى حياة حسية وحياة معنوية، يحيى حياة حسية وحياة معنوية. نعم. ولم نجعل له من قبل سمية، فيها قولان. القول الأول أنه لم يسمى أحد بهذا الاسم، أول من تسمي بهذا الاسم هو يحيى بن زكريا عليه السلام. أو القول الثاني ويصح الجمع بينهما، لم نجعل له مسامي مكافئ في الفضل والعلم والنبوة والرسالة إلا من الله من قدمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مثل مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. ويصح الجمع، لم نجعل له من قبله سميا. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. طيب، هو أول دعا، ثم عندما جاءته البشرى من الله سبحانه وتعالى استغرب، يعني كيف سيأتي الولد من شيخ كبير في السن ليس له يعني شهوة أو كذا، والزوجة عقيم لا تلد، فلم يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى طرفة عين، لكن كيف سيأتي الولد؟ نعم. وقد بلغت من الكبر عتيا. نعم. وكذلك الزوجة لا تلد عقيم. نعم. قال كذلك قال ربك. إذن أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. نعم. هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن هذا أمر يتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رب اجعل لي آية. أراد أن يحول علم اليقين إلى عين اليقين كما حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى لا يشك طرفة عين، لكن أراد أن يحول علم اليقين إلى عين اليقين. متى سيكون الحمل؟ نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. يعني هو سليم معافى سوي في الخلقة، ليس به مرض، لكن لا يستطيع أن يتكلم مع الناس بكلام الناس، لكن يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى. هذه آية تدل على أن الحمل الآن وجد في زوجة زكريا عليه السلام، ثلاث ليال سوية. نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. المحراب هي المكان الذي ينقطع فيه العبد للعبادة. قال إذ تسوروا المحراب، إذا له إيش؟ جدار. كلما دخل عليها زكريا المحراب على مريم كما سيأتي معنا. طيب، وهنا قال فخرج عليهم، إذن له إيش؟ باب وسور. إذن هذا المحراب عندهم المكان الذي ينقطع فيه العبد للعباد. فخرج عليهم فأوحى إليهم، أشار إليهم لأنه لا يستطيع يتكلم الآن. نعم، بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية. تمام. لماذا؟ لأن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالرزق، هذه ربوبية بما يقوم به البدن الظاهر. ثم أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في الباطن، فإرسال يحيى عليه السلام هذا يحتاج إلى شكر. نعم. أن سبحوا بكرة وعشية. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يعني ولد يحيى عليه السلام وشب، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الكتاب بجد واجتهاد. نعم. وآتيناه الحق. نعم، كما قيل أنه قبل أن يبلغ. نعم. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. يعني نال من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه زكي النفس، ليس بسيء خلق أو كذا، وكان تقيا. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية فعل الأوامر اجتناب النواهي على علم وبصيرة. نعم. وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. وهو مع هذا برًا بوالديه ولم يكن جبارًا متكبرًا، ولم يكن عاصيًا لله سبحانه وتعالى، بل مطيعًا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في ثلاث مراحل، وهذه المراحل أشد ما يكون للإنسان في الحال والعاقبة والمآل، في يوم ولد ويوم يموت ويوم البعث والنشور يوم القيامة. نعم. هذا الذي تقدم الآن قصة زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام، وجعله الله سبحانه وتعالى قبل قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة لنا حتى تتدرج من الأدنى إلى الأعلى. الأدنى رجل كبير في السن والزوجة عقيم لا تلد، وحصل الولد بقضاء الله وقدره. طيب، ثم بعد هذا جاءت قصة مريم وأن عيسى عليه السلام جاء بلا أب. طيب،
إذا أردتم أن تعبدوا عيسى عليه السلام وتقولوا أنه بلا أب، طيب لماذا لا تعبدوا آدم عليه الصلاة والسلام وقد خلق بلا أب ولا أم؟ والله سبحانه وتعالى في تقرير أن عيسى عليه السلام جاء بلا أب قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما العجب في هذا؟ نعم. وما المستغرب؟ نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر قصة هذه المرأة، ولم تسمى امرأة في القرآن باسمها إلا مريم، بل سميت سورة كاملة باسمها، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليها، وسيرد شيئا من هذا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام، هذا فيه إشارة إلى أن عيسى عليه السلام بشر يأكل ويشرب، وإذا احتاج إلى الطعام والشراب إذا معنى هذا أنه ليس برب، وإذا احتاج إلى الطعام والشراب لابد يحتاج إلى إخراج هذا الطعام والشراب، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا سبحانه وتعالى. واذكر إذن ذكر هذه المرأة مذكور عندنا عند المسلمين، ونحن نتوسط في مريم، لأن اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام غلوا فيه قدحا وفي أمه، والنصارى مدحا، وأهل الإسلام توسطوا فيه قالوا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها لنفسه تشريفا. نعم. فاتخذت لا معلش تعيد هذا الآن ذكر مريم رضي الله عنها، وكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، ومعهم عائشة رضي الله عنها كما تقدم معنا، ومنهم هذه المرأة وهي مريم بنت عمران. نعم. قال نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. لماذا خرجت عن أهلها وانقطعت؟ ها شيخ، لأن الله سبحانه وتعالى أمرها فقال لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فانقطعت للعبادة في مكان انقطعت عن أهلها لا يراها أحد، منقطعة للعبادة والذكر. نعم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الآن هي منقطعة عن العبادة، بينها وبين أهلها حجاب لا يراها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، جاء لها جبريل في صورة بشر، لأنها قد لا يعني تستطيع رؤية جبريل عليه السلام على صورة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، فجاء في صورة بشر، رجل مكتمل الخلقة جميل، توفرت الدواعي للمعصية وللأمر المذموم، لا يراها أحد في مكان مختلع عن الناس، جاءها رجل غريب، وماذا صنعت؟ لم يتكلم معها أصلا، جبريل عليه السلام عندما جاء إليها لم يتكلم معها أصلا، تكلم معها إلى الآن لم يتكلم معها، مجرد ما رأت هذا الرجل قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، واحد ألتجئ وأعتصم بالله، ثم بعد هذا خوفته بالله، قالت: إن كنت متقيا لله لا تقربني بسوء، فقدمت
خوفها من الله سبحانه، بادرته بهذا مع أنه ما صنع لها شيء، ما تعرف سبب دخول جبريل عليها. ولهذا عندما تركت حظ النفس لله عوضها الله سبحانه وتعالى بخير من هذا. قال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. إذن هذا كان الجزاء من جنس العمل، هي لم تحافظ فقط بالفعل، بالفعل وبالقول، ودعت الله سبحانه وتعالى وخوفته بالله سبحانه وتعالى. وانظر إلى عفة هذه المرأة، نعم، وماذا صنعت؟ نعم، فهي ظنت أن هذا قد يكون عنده يعني نية سوء. نعم، فقال لها جبريل عليه السلام: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يعني أنا جئت لهذا الأمر فقط، أن أهب لك من الله سبحانه وتعالى غلاما فيه زكاة، نعم، في دينه وفي خلقه وما لذلك. نعم، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. لأن هذه الطريقة التي يعني في العادة في الغالب يأتي بها الولد. نعم، قال كذلك قال ربك هو علي هين. قلنا تدرجنا بقصة زكريا إلى قصة عيسى عليه السلام. نعم، أمر هين على الله سبحانه وتعالى. نعم، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. لنجعله آية للناس، فآية عيسى عليه السلام أنه خلق بلا أب، ولهذا عندما نذكر أو يذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الغالب أن عيسى ينسب إلى أمه، صحيح؟ في الغالب عيسى ابن مريم، لأن هذه آية له عليه السلام. نعم، وكان أمرا. طيب، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. آية تقدم معنا، رحمة ثلاث أشياء: رحمة لعيسى أن الله سبحانه وتعالى جعله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هو آخر نبي ورسول من الأنبياء والرسل الذين بعثوا لبني إسرائيل، ولا يوجد بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي نبي ورسول، بل في حديث الشفاعة لم يذكر شيئا، ذكر آدم ونوح وإبراهيم وموسى، شيء حصل منهم ثم تاب الله عليه ذكر، وعيسى لم يذكر شيئا، هذه من قبل عيسى عليه السلام. طيب، رحمة قلنا أول لعيسى، ورحمة لمن؟ لمريم. الله سبحانه وتعالى جعلها من النساء الذين كملهم الله سبحانه وتعالى، رحمة لمريم. ورحمة لمن؟ لبني إسرائيل، صحيح؟ أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم هذا النبي والرسول عليه السلام مصدقا ويخفف عنهم بعض الأحكام. كان الأصل أن يقابلوه بالقبول، لكن قابلوه بماذا؟ بما قلنا عليه هؤلاء من قتل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، وكان أمرا مقضيا. لا تعيد مرة أخرى، اليوم أتعبك. نعم، تعيد مرة أخرى. طيب أمشي. نعم، آية، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أمر قضاه الله سبحانه وتعالى. نعم،
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. حملت بعيسى عليه السلام وعندما شرفت على الولادة ابتعدت عن قومها، عندها آلام ثلاثة، آلام ثلاثة. الألم الأول ألم إيش؟ الجوع والعطش، نريد نرتب هكذا. الألم الثاني ألم المخاض، الولادة، مفهوم؟ الألم الثالث أنها تخاف من كلام الناس، عندها إذن كم؟ ثلاثة أشياء تخاف منها. طيب نعم، قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. نعم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. ألجأها ألم الولادة إلى أن جاءت إلى نخلة. طيب، وهي تمنت الآن أنها ماتت قبل أن يحصل، لأنها الآن بدأت تفكر إذا ولد هذا الولد سيحصل ويتكلم الناس الآن. فعندها قلنا ثلاث آلام، أشدها الثالث الأخير. نعم. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا ليس خيرا لها، الخير الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنين أحدكم الموت. نعم. فناداها من تحتها ألا تحزني. من الذي ناداها؟ قولين، قول الملك، القول الثاني أن الذي ناداها عيسى عليه السلام. نعم، هو الذي تحتها. نعم. طيب، ألا تحزني. نعم. قد جعل ربك تحتك سريا، يعني عين تشرب منه. تمام تمام. وفي قراءة أيضا يا شيخ، وفي قراءة فناداها من تحتها، من تحتها. نعم. نعم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إذن بهذا يزول الألم الأول، الجوع والعطش، صحيح؟ تمام. سريا ورطبا جنيا، تمام. إذن زال الألم الأول. الثاني فكلي واشربي وقري عينا. وقري عينا بهذا المولود الذي هو من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تقر عينها به برؤيته. نعم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي. هذا الآن الألم الثالث، كيف يعالج؟ منعت من الكلام، إني نذرت للرحمن صوما. إذن كان يعرف عندهم نوع من الصيام، الصيام عن الكلام مع الناس. منعت من الكلام لأن مهما تكلمت الآن قد لا ينفع الكلام، يكون فقط كلام ورد وهكذا. إذن منعت من الكلام. طيب نعم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. الآن تأتي الآيات تشهد لهذه المرأة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى وأمه صديقة، صدقها الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نتكلم إلا بما جاء في القرآن والسنة. أول شيء، نعم، قال فأتت به قومها تحمله. عجيب. إذن هذا دليل على براءتها، لأن الذي يصنع أمرا منكرا لا يأتي، صحيح؟ نعم. وقلنا في قصة
يوسف عليه الصلاة والسلام، فأقبلوا عليهم. قالوا ماذا تفقدون؟ أقبلوا، لو سرقوا ما يقبلوا، يفروا، صحيح؟ هذا أتت به قوم تحمل، أتت به، إذن هذا دليل على براءتها. نعم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وهذا يعني قلنا هو المعروف عن غالب بني إسرائيل. نعم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. هذا دليل من الأدلة على براءتها، لأنها قالوا يا أخت هارون، أخ حقيقي لها اسمه هارون، ولا يمكن أن يكون هذا هارون عليه السلام أخو موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام، ما يمكن، لأن بينهم قرون. اسمه هارون ويسمو بأسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مفهوم؟ أخت هارون أخ حقيقي. الثاني يا أخت هارون، يعني هارون عليه السلام أخو موسى عليهم الصلاة والسلام في الصلاح، تمام؟ طيب، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. في الغالب أن الأولاد ينشأوا كما نشأ الآباء، وهم الآن برؤوها وقالوا هذا غير معروف عنكم أصلا، الفاحشة. نعم. فأشارت إليه. لماذا؟ لأنها منعت من الكلام، أشارت إليه، يعني اسألوه. فهذا الآن الأمر الثالث يزول بها، نعم، أنه تكلم عليه السلام. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. إذن جاء الإقرار أولا، قبل أن يتكلم عيسى عليه السلام جاء الإقرار منهم أنه لا يمكن يتكلم أحد في المهد إلا هذه آية له. نعم عليه السلام. قال إني عبد الله. وهذا يعني جميل من القارئ جزاه الله خير أنه وقف هنا الآن حتى ننتبه. أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام ما هي؟ إني عبد الله. أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام أنه عبد لله، عبد لا يعبد. ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول لعيسى وهو أعلم بما قال عيسى لقومه، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام يشهد على من عبده من دون الله بأن هذا شرك وكفر، وأنه أمر بالتوحيد. قال له أقلت للناس، أو قال له أأنت قلت للناس؟ ها ها نعم. إيش قال؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أأنت قلت، يعني هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يريد من عيسى عليه السلام أن يشهد على هؤلاء بأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم هذا. قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. نعم تكمل الآن. طيب، قال إني عبد الله، وقلنا لكن هذه العبودية أعلى مقامات العبودية، عبودية خاصة الخاصة، لأنه قام بكل عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله. نعم. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. بل هو من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وجعل الكتاب، الله سبحانه وتعالى أنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل،
نعم مصدقا للتوراة وحتى يخفف عنهم بعض الأحكام. نعم. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني جعله الله سبحانه وتعالى سببا للبركة لأنه عليه السلام يدعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فكان سببا للبركة. فكل من يأتي ويؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام يحصل له بركة الإيمان به عليه الصلاة والسلام. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. إذن أمر أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولهذا العبادة لا تسقط عن أحد ما عقل وعلم. ومن اللي تسقط عنه العبادة؟ المجنون، صح؟ أي نعم، أو الصغير، وعلى التفصيل، لكن لا تسقط عن أحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت. نعم قال وأوصاني. نعم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومن أيضا أوصي بهذا؟ من؟ النبي محمد صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل كانت هذه السورة آية لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر، يعني اجعل أعمالك البدنية ومن أعظمها الصلاة، واجعل أعمالك المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح لله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي يعني أعمال البدنية ومن أعظمها الصلاة، ونسكي يعني نسيكتي ذبيحتي، أعمال المالية ومن أعظمها الزكاة والذبح، وكذلك في عيسى عليه السلام أن يجعل أعمال البدنية والمالية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أن الإحسان أولاً لابد يكون في عبادة الله، ومنها من أعظمها الصلاة، ثم الإحسان إلى عباد الله ومنها الزكاة، مفهوم؟ وتتلخص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين. لو سأل أي سائل وقال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة أن نحسن في عبادة الله ثم نحسن إلى عباد الله، فصل لربك وانحر. نعم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم سلمه الله سبحانه وتعالى من الآفات ومن الأمراض ومن الشيطان ومن الأخلاق السيئة. وقلنا هذه المواضع الثلاثة هي التي يعني يحتاج إليها الإنسان أكثر ما يكون في الحال والمآل. نعم ذلك عيسى بن مريم. ذلك الذي ذكرنا هو الذي لابد يعتقد في عيسى عليه السلام ابن مريم، ولا يمكن أن نحيد عنه ونعتقد وندين لله سبحانه وتعالى به. نعم قول الحق الذي فيه يمترون. إذن أنت تكون مع من؟ تكون مع قول الحق الذي جاء في القرآن والسنة، ولا تقرأ ما يرد عن هؤلاء عن بني إسرائيل، صحيح؟ قول الحق الذي فيه يمترون يشككون ويترددون وما إلى ذلك. نعم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا يعني من أعظم القول على الله سبحانه وتعالى، أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الزوجة أو الولد. قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي كل شيء مفتقر إليه وهو مستغني عن كل شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا مكافئ ومثيل سبحانه وتعالى كمال الغنى. نعم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. احتج على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا كثير. الحمد لله رب العالمين، لماذا نحمد الله؟ قال لأنه هو رب العالمين. وكفار مكة أقروا بتوحيد الربوبية، وكان الزامهم من هذا أقروا بتوحيد الألوهية. وإن الله ربي وربكم، إذا كان هو الخالق والرازق وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، إذن لابد أن يعبد. وإن الله ربي وربكم، النتيجة تؤدي إلى، إذا قررنا بتوحيد الربوبية لابد يؤدي إلى توحيد الألوهية. فاعبدوه، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.